بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. أنا زميلتكم مجد الحايك، إن شاء الله راح أكون معكم بمجموعة من المحاضرات في كورس نيوروميديسن. بداية راح نبلش في اللي هو السيمتومز ريليتد تو ذا نيرفس سيستم، يعني إن شاء الله أنتم راح تاخذوا مجموعة من الديسوردرز في كورس نيوروميديسن، فور إكزامبل باركنسونزم، مالتيبل سكلروسز وإلى آخره، فأت ليست نعرف إنه كل مصطلح إيش يعني، عشان هيك إحنا بدنا ناخذ هاي المحاضرة. يعني فور إكزامبل لما بنحكي عن الباركنسونزم راح تسمعوا بشيء اسمه تريس اللي هو التريمور، الريستنج تريمور، بالإضافة إلى البراديكاينيزيا. ففي هاي المحاضرة ان شاء الله رح نعرف شو معنى ريستنج تريمور وشو معنى برادي كاينيزيا. فهاي زي كانها انترودكتوري ليكتشر لكورس نيوروميديسن. هلا اول شيء في عندي مجموعه وايد رينج من السيمتومز وذر ريليتد للسنترال او للبريفرال نيرفس سيستم. فور اكزامبل بلاريفيجن ممكن تكون ريليتد للسنترال نيرفس سيستم، تينيتس اللي هو طنين الاذن ممكن يكون للسنترال، البريفرال فور اكزامبل اللي هو النيوروجينيك كلاوديكيشن اللي بتصير باللور ليمب، تمام، مثلا نتيجه كومبريشن ديسك صار له هيرنيشن وعامل كومبريشن على البريفرال نيرف روت، فممكن البيشنت يكون بريزنتد ببريفرال نيرف سيستم such as tingling, numbness and so on. البريزنتيشن هلا هذا البريزنتيشن هو ممكن يكون نتيجه اللي هو الشغله ريليتد للنيرف سيستم نفسه، تمام، فور اكزامبل ستروك، فور اكزامبل سنترال نيرف سيستم ديمايلينيتنج ديزيز اند سو اون، او ممكن يكون نتيجه اندرلاين كوز، فور اكزامبل فيتامين ديفيشنسيز، الكترولايت امبالانسز، وهي اللي عامله هاي النيورولوجيكال ابنورماليتيز، او ممكن يكون مثلا كسايد افكت لبعض الميديكيشن. يعني ان شاء الله في كورس السايكاتري راح تاخذوا محاضرتين كبار مهمه جدا اسمهم انتي سايكوتيك اند انتي ديبريسنس ميديكيشن. هلا هذول المحاضرتين مهمات جدا، السايد افكت تبعتهم مهمه جدا، تمام. فمن السايد افكت راح تاخذوا انه في عندي بعض الميديكيشن ممكن تعمل التريشن بالليفل اوف كونشسنس، ممكن تعمل ايبيليبسي، ممكن تعمل يعني ممكن تعمل عده اشياء، تمام، فممكن تكون سايد افكت لها. يعني راح يمرق عنا بالمحاضره شيء اسمه الكلوروبرومازين which is an anti-psychotic، فهذا ممكن يعمل برضه اللي هو يعني الموتور ديس اوردر او موتور ديس فانكشن، راح نحكي عنه ان شاء الله later on. فبداية راح نبلش بليست من الموست كومن سيمتومز. طبعا الموست كومن ريبورتد نيورولوجيكال سيمتوم وورلد وايد هو الهيدك، يعني معظم الناس بتيجي سواء على العيادات سواء على الهاي على الطوارئ اللي ريليتد للنيورولوجي بتشكي من هيدك، تمام، سواء سادن سيفير هيدك، سواء كرونيك ديلي هيدك، سواء ممكن يكون سيفير مايلد مودريت بايلاترال يونيلاترال. الاسوشيتد سيمتومز تختلف، لكن ان جنرال انه الموست كمان هو عبارة عن الهيدك. ممكن برضو يجوا يشكو من disturbance بالليفل of consciousness. رح نحكي أول شيء شو هو consciousness. طبعا احنا بنعرفه من زمان انه هو الorientation للtime والplace، وبالإضافة إلى اللي هو البيرسون وتايم وابليس، وراح نعرف شو معنى الديستربنس بالليفل اوف كونشسنس. راح نحكي ان شاء الله كمان عن الموتور سيمبتومز، وراح نحكي عن السبيتش، لكن برضه سنترال نيرفس سيستم ممكن يكون اسوشيتد وذ لوس او التريشن بالسنسيشن، بالاضافه الى فيجوال او اي سيمبتومز. بداية راح نبلش إن شاء الله بالهيدك. طبعا حكينا الهيدك هو الموست كومن وايلد وورلد وايد ريبورتد سيمتوم، تمام، أكثر سيمتوم بيجي البيشنت بيشكو منه في عدد في عيادات النيورو ميديسن اللي هو عبارة عن الهيدك. طبعا الهيدك it may be due to non-neurological disorder، يعني مش كل هيدك معناته هو إشي له علاقة في البرين والسي ان اس وإلى آخره، ممكن يكون مثلا هيدك بسبب muscle spasm بالنك، for example البيشنت عنده trapezius muscle spasm، تمام، وعامل مثلا عنده بين radiating لمثلا البوستيريور هيد، تمام، او اللي هو البوستيريور سكال بوستيريورلي. فالبيشنت بيجي بيشكي من صداع، لكن هو مش مميز انه فعليا هو عنده spasm بالمسل هي اللي عامله هذا الradiating بين على الهيد. ممكن برضه يكون في problem بالساينسز، يعني بيشنت عنده chronic allergic sinusitis ودائما عنده nasal congestion والى اخره. هذا البيشنت طبعا هذا النيزل congestion والchronic allergic sinusitis رح يعمل عنده disturbance بالسليب، هاي disturbance بالسليب رح تعمل عنده هيدك، رح تعمل عنده easy fatigability، تمام. فهذا يعني بيكون هيدك بسبب شغلات non-neurological causes. ممكن يكون برضو vasculitis
vasculitis for example temporal arthritis اللي هو عبارة عن inflammation بالtemporal artery اللي هو عبارة عن branch من الexternal carotid. فهذا برضو ممكن يعمل أو ممكن يكون caused للهدك. ممكن يكون atherosclerosis بالarteries برضو, لأنه atherosclerosis بالartery بتعمل insufficiency, بتقلل البرفيوجن. تقليل البرفيوجن برضو ممكن يعمل هدك وسينكوبي ومشاكل أخرى. ممكن irritation بالmeninges أو infection بالear. ممكن البيشنت يكون عنده supportive otitis media أو otitis media with effusion, هاي برضو ممكن يكون البيشنت presented بالهيدك. وبون ممكن ببون بالنك بالنك والسكل. هلا ممكن مثلا يكون osteomyelitis affecting the brain, تمام, او multiple اللي هو multiple myeloma affecting the skull, وهذا يعمل عند البيشنت هيدك. هلا في معلومه اتوقع انه اخذتوها, انه البرين تيشو اتسلف يعني السلساي والجايراي الموجوده في البرين هاي انسنسيتيف للبين, ما فيها بين ريسبتور نهائيا, تمام. لكن البيري اوستيوم اللي حواليه والمننجز اللي حواليه والبيري أوستيوم والسكالب هاي كلها هاي تحتوي على بين ريسبتور, بالتالي هاي هي سنسيتيف للبين. لكن كبرين تيشو هو نهائيا مش سنسيتيف, تمام. طب هلا راح تحكوا لي طيب افرضي بيشنت عنده انكيفالايتس اللي هو عباره عن انفلاميشن في البرين بارينكيما, كيف راح يجي البيشنت؟ طب ما هو بيجي بشكي من هدك على اي اساس؟ هلا مش احنا حكينا انه اي انفلاميشن, حكينا في محاضرات العظام انه اي انفلاميشن بحتاج لشغلتين, بحتاج لا اي بين عفوا عشان يصير عندي بين باي مكان بدي شغلتين, بدي inflammatory process وبدي compression, تمام. هلأ لما يصير في عندي أنا مثلا encephalitis بهاي المنطقة من البرين, تمام, هلأ رح يصير في inflammatory process وswelling وreleases للانترلوكين, رح تعمل إديمة. هاي الإديمة رح تضغط على surrounding meninges, هذا الكمبريشن هو اللي رح يعمل البين. actually الانكيفالايتس لحالها ما بتعمل بين, لأنه البرين تيشو ما في بين receptor ما رح ينقل البين, لكن الكمبريشن والirritation للmeninges هو اللي رح يعمل البين sensation ورح يعمل عندي الهدك, تمام. هلا الهيدك ممكن يكون برايمري ممكن يكون سكندري. هلا البرايمري هو شغلات ريليتد للبين ستراكشرز نفسها, يعني شغلات موجوده سنترالي بالسنترال نيرفس سيستم, شغلات ريليتد للبين ستراكشرز. رح نحكي مثلا عن التنشن هيدك, الكلستر هيدك, المايجرين, تمام. وفي السكندري اللي هو بيكون الشغلات اندرلاينج, يعني شغلات بريفرالي اندرلاينج هي اللي عملت عند الهيدك, زي ما حكينا فور اكزامبل اوتايتس مي ديا, كرونيك اليرجيك راينايتس, مسل سبازم, هاي كلها بتكون سكندري هيدك. يعني انا في عندي اندرلاين كوز, اذا عالجنا الاندرلاين كوز بيروح. فبالتالي الهيدك اللي ناتج عنها او السكندري هيدك هو عباره عن سيمتوم لاندرلاين ديزيز, لكن البرايمري هيدك هو ديزيز بحد ذاته لانه هو مش سيمتوم لاشي ثاني, تمام. يعني انا لما بحكي انه هذا البيشنت فور اكزامبل عنده مايجرين, which is an example for primary headache, المايجرين هو مش عرض لمرض, تمام. يعني أنا ما في عندي مرض بعمل الشقيقة كأعراض أو كعرض من أعراض الشقيقة, هي مرض بحد ذاتها. فبالتالي the primary headache is not a symptom for underlying disease, it is a disease per se. بينما السكندري هيدك لا, السكندري هيدك هو بيكون symptom لunderlying condition, for example sinusitis, otitis media and so on. طبعا بالنسبة للهيدك في محاضرة كاملة بكورس neuromedicine ومحاضرة مهمة بيجي عليها أسئلة سواء بالneuromedicine بالfamily medicine, رح تنعدلكوا بكل مكان هاي المحاضرة اللي هي محاضرة الهيدك, تمام. فإحنا رح نحكي عنها سريعا إن شاء الله في هاي المحاضرة, لكن بداية راح نبلش مع البرايمري هيدك اللي هو زي ما حكينا uncertain etiology وهو disease per se. رح نحكي عن المايجرين, رح نحكي عن tension والكلستر والترايجيمينال نيورالجيا والكرونيك ديلي هيدك of uncertain cause أو etiology is unknown, بالإضافة للترايجيمينال نيورالجيا. طبعا النيورالجيا المقصود فيها أنه بيكون في عندي بين على distribution لنيرف معين. هلا الفكرة انه لازم يكون باخر نقطتين لازم يكون الاتيولوجي انون, تمام, لانه اذا كان في عندي سبب معناته هتصفى سيمتوم, معناته هتصفى سكندري هيدك, تمام. هلا فور اكزامبل النيورولوجي احنا ذكرناها او راح تاخذوا عنها ان شاء الله في محاضرة الجلدية. هلا في عندي الهربس زوستر اللي هو موستلي افكتنج الثوراسيك انتركوستال نيرف, تمام. هلا بيطلع عندي الشينجلز, بعد الشينجلز مثلا هاي نفترض انها ثوراسيك ديرماتوم, بعد
الشنجلز بيجي البيشنت بيشكي من كرونيك بين في هاي المنطقة، هاي بسموها بوست هيربتك نيورالجيا، تمام؟ يعني الكتريكال شوتينج بين بهاي المنطقة اللي كان عليها شنجلز وهيرب زوستر. هلا هذا ما بعتبره برايمري هيدك، ليش؟ لانه ذير از اندرلاين كوز اللي هو عبارة عن الهيرب زوستر، تمام؟ لكن النيورالجيا اللي ما إلها اي كوز هاي بعتبرها برايمري. هلا نيجي للمايجرين. هلا بالنسبه للمايجرين اللي احنا كلنا بنعرفها اللي هي عباره عن الشقيقه it is a chronic episodic headache، تمام؟ chronic episodic headache طبعا لازم يكون chronic و episodic بمعنى انه there is relapses and اللي هو remissions. usually it is severe and started gradually، يعني عادة البيشنت بيجي ما بشكي، يعني هو طبعا عادة برضو بيكون في family history، يعني بتسألي مثلا الفيميل بيطلع عندها مثلا جدها أمها جدتها كان في عندهم migraine، يعني في positive family history of migraine. usually بتيجي severe، تمام؟ و gradually، يعني رح نيجي انه احنا الديوريشن للمايجرين من ساعة ل 72 ساعة تقريبا 3 ايام، فممكن الاتاك تبلش معها مثلا اليوم، مثلا نفترض اليوم الاحد، تيجي بسيفير بين يوم الثلاثاء، لانه الاحد واثنين الثلاثاء، تمام؟ فالبيك اوف سيفيريتي ممكن تكون يوم الاثنين بالليل او يوم الثلاثاء الصبح، فالديوريشن تبعت المايجرين الاتاك نفسها بتكون طويله من ساعه الى 72 ساعه، فبيكون عاده السيفيريتي او البروجريشن للبين جراديوال، يعني بلشت الاتاك اليوم كان الالم محتمل، بعدين بكره سيفير، بعدين صار سيفير، بعدين وصل البيك فور اكزامبل على اليوم الثاني او على اليوم الثالث. ممكن يكون unilateral وهو typical، لكن it may be bilateral والnature of pain ضرورية بتكون throbbing. يعني أنا أريحكم من هون عشان لما توصلوا إن شاء الله لمحاضرة الهدك. هلأ عشان نميز بين الكلستر والمايجرين والتنشن هدك، في عندي كلو لكل type، تمام؟ طبعا إن شاء الله في المحاضرة هديك رح نحكي in details في diagnostic criteria وفي جداول للمقارنة وإلى آخره، لكن بشكل عام المايجرين لحد الآن حكينا عنه أنه هو severe episodic chronic، طبعا كلهم chronic، تمام؟ أنا ما يعني ما بعمل diagnosis لprimary headache as a single episode أو single attack، فعادة بيكون chronic episodic، تمام؟ بيستمر من ساعة إلى 72 ساعة، بيكون gradually typical إنه يكون unilateral، تمام؟ هلا الشغلة طبعا nature of pain ضرورية إنه بيكون throbbing أو pulsating pain. هلا الشغلة المهمة إنه عادة بيكون associated مع other symptoms زي النوزيا والvomiting، photophobia اللي هو fear of light، phonophobia اللي هو fear of voice، fatigue، pleurivision، paler، polyuria and sweating. هلا ضروري جدا بس نعرف معلومة انه هاي السيمبتومز هي مش نفسها الاورا، اكيد انتو سامعين بمصطلح مايجرين وذ اورا، هاي مو نفسها الاورا. الاورا ان شاء الله رح نحكي عنها بهذا السلايد اللي هي عبارة عن مجموعة من سواء السبيتش او الفيجوال او السنسوري سيمبتومز اللي بتكون ممكن تكون في 20-30% من الحالات بتكون اسوشيتد مع المايجرين، تمام؟ هلا هاي شيء لحال، يعني هاي ممكن تكون مع، يعني هلا انا عندي المايجرين وذ اورا او وذاوت اورا، فهاي عادي ممكن تيجي مع المايجرين وذ اورا او مع المايجرين وذاوت اورا، يعني هاي اسوشيتد سيمبتومز مع المايجرين بشكل عام، تمام؟ مش هي نفسها الاورا، فهاي النقطه يعني ننتبه لها. هلا زي ما حكينا من ساعة إلى 3 ساعات. هلا عادة البيشنت يعني إحنا هيك نحسبها إنه البيشنت هو عنده فوتوفوبيا وعنده فونوفوبيا، بالتالي لما بتحرك وبحطه بالنويز وبحطه في غرفة فيها كثير أضوية هذا رح يعمل أجريفيشن للأتاك، لكن لما بحطه في غرفة هادية ما فيها أضوية، فيها اللي هو لايتس، يعني اللايتس فيها خفيفة ما فيها نويزز، هذا الإشي رح يعمل ريليف للأتاك تبعت البيشنت. فالمايجرين عشان إحنا إن شاء الله لقدام لما نوصل لمحاضرة الهدك يكون الموضوع اسهل، المايجرين كرونيك ايبيسوديك من ساعه لثلاث ساعات، ببلش جراديوال ثروبينج بين عاده يونيلاترال ومعه اسوشيتد سيمبتوم، تمام؟ اللي هو الفونوفوبيا والفوتوفوبيا. هلا هون هاي بتحكي انه المايجرين كان بي كلاسيفايد اللي هو ويذ اورا او ويذاوت اورا، هاي هي الاورا اللي انا بحكي عنها اللي هو عباره عن مجموعه من السيمبتومز اللي هو بتكون اسوشيتد مع 20-30% من الحالات of migraine. طبعا it lasts for minutes to an hour، يعني ماكسيمال بتضل فقط لستين دقيقة، يوجوالي مش أكثر من هيك، على شكل visual changes أو sensory أو speech، rarely
تمام. It is very very rarely إنه تكون الأورا على شكل motor symptoms. تمام. هلا ممكن بسموها hemiplegic migraine، هو عبارة عن weakness، لكن هاي very rare، يعني هي rarest one. تمام. عادة بيكون على شكل visual اللي هو سواء scatomas أو flashing lights زي هون، أو benzo needles زي كأنه البيشنت بيحكي إنه في عنده وخزات إبر في وجهه، في إيديه، في الأبر واللور لمس. تمام. أو بيكون على شكل زي ما حكينا hemiplegic، ولكن هاي هي الرير. طبعا شرط انه كل هاي السيمتومز تكون fully reversible بعد انتهاء الاتاك، او بعد على الاغلب بعد ساعة. تمام. يعني ما في اشي منها بس بتحول الى permanent damage، هذا النورمال. يعني هذا عشان احكي عنه اللي هو typical aura او typical aura with migraine، المايغرين with aura. هلا شو هي السكاتومز؟ السكاتومز هي موجودة بهاي الصورة او تتلخص بهاي الصورة، هي عبارة عن diminished، تمام، اما complete او partial diminished او degeneration بالفيجوال اكويتي. يعني بلاحظ انه هنا الفيجوال اكويتي اللي هو وضوح الرؤيه نورمال، هنا نورمال، لكن هنا صار في عندي diminished او degeneration للفيجوال اكويتي. هاي هي السكاتومز بالاضافه الى الفلاشينج لايت. يعني طلعوا هنا النورمال فيجن لبني ادم طبيعي ما عنده مايجرين وذ اورا، وهذا بيشنت لا عنده مايجرين وذ اللي هو فيجوال اورا، فمنلاحظ انه في عنده flashing of light وبالاضافة الى decrease بالvisual acuity. تمام. هلأ بعد الريكوفري البيشنتس بيعاني اللي هو من fall asleep for few hours، بيعاني من tiredness، بيعاني من اللي هو ممكن depression، ممكن اللي هو يكون عنده في next day excessive sleep. يعني هلأ ليش بيكون في عنده depression و tiredness؟ يعني عادة على الأغلب أي chronic daily headache أو chronic episodic headache eventually هو رح يأثر على quality of life، فالتأثير على quality of life وممكن كمان يأثر على activity ويأثر على working efficiency، فممكن البيشنت يدخل في depression و tiredness. إذا كانت مثلا هاي الأتاكس بتجي during nights بتأثر على sleep تبعه، فالبيشنت برضو رح يكون بيعاني من sleep disturbances بالإضافة إلى excessive tiredness. هلأ for making diagnosis زي ما حكيت أنا في محاضرة الهيدك إن شاء الله في كريتيريا كاملة للdiagnosis of migraine، لكن بشكل عام إنه أنا لازم يكون في عندي 5 أتاك إذا كانت without aura، أو 2 أتاكس إذا كانت with aura من اليوني لاترال، اتفقنا التيبيكال بلسيتنج او ثروبينج بين اسوشيتد مع النوزيا والفوميتنج والفونوفوبيا والفوتوفوبيا. تمام. هلا نيجي للسكند تايب اللي هو الكلستر هيدك. هلا حكيت في بدايه المحاضره انه ذير از ا كلو فور ايتش تايب اوف هيدك، يعني في عندي مفتاح تمام اللي هو لكل نوع من انواع الهيدك. الكلستر هيدك المفتاح تبعه هو الاوتونوميك تشينجز، يعني اول ما بسمع بيشنت جاييني عنده كرونيك ايبيسوديك هيدك، يعني بيجي باتاكس من الهيدك، هذا الهيدك اسوشيتد مع لاكريميشن، نيزل كونجكشن، كونجكتيفال انجكشن، لاكريميشن، باي اي شيء ريليتد للاوتونوميك سيمتوم في الفيس، معناته هذا البيشنت كلستر هيدك فورا. تمام. ف it is a very severe اللي هو excruciating in nature that lasts 15 minutes to few hours، يعني بضل من 15 دقيقة إلى few hours على عكس المايغرين. المايغرين بضل 3 أيام، لكن هذا ماكسيمم من ربع ساعة تقريبا لا اللي هو 2 to 3 hours. It reaches the peak much faster than migraine but slower than the subarachnoid hemorrhage. هلا هاي الجملة مش حكينا احنا انه المايغرين بضل تقريبا 3 أيام، من ساعة ل3 أيام. هلا الفكرة انه السيفيريتي للبين ممكن توصل البيك زي ما حكينا في اليوم الثاني او في اليوم الثالث. تمام. الكلستر اوف هيدك هو فقط من 15 دقيقة الى ساعتين او ثلاث، فبالتالي الكلستر رح يوصل السيفيريتي البيك اوف سيفيريتي اسرع من المايغرين ولكنه ابطا من السب اركينويد هيموريج. يوجوالي بيكون يونيلاترال عاده على نفس السايد بيجي، بيكون بيري اوربيتال، وممكن يعمل راديشن لا النيك ولا الشولدر. فاحنا نتذكر انه بيري اوربيتال تمام بيكون اذا اسوشيتد مع كونجكتيفال انجكشن، ليد اديما، لاكريميشن، نيزل كونجكشن، وسويتنج بالفورهيد، كلها هاي الاوتونوميك سيمتومز اسوشيتد مع الكلستر هيدك.
it comes in clusters that may reach 6 attacks per day. يعني ممكن البيشنت هذا بسموه كرونيك، يعني هلا في عندي 2 تايبس من الكلستر هيدك، وذر كرونيك او ايبيسوديك. هلا الايبيسوديك من اسمه ايبيسوديك، معناته في عندي ايبيسودز من الاكزيربيشن والريميشن، بيروح وبيجي. هلا هاي الاتاكس ممكن توصل ل 6 اتاكس بير داي، ممكن 8 اتاكس بير داي، تمام؟ يعني من 6 ل 8 اتاكس بير داي ممكن البيشنت يتعرض لها، و ات افكتس الميل twice more than the females. زي ما حكينا الكلو تبع الكلستر هيدك هو الاوتونوميك تشينجز. البيشنت از ريستلس اند كيب موفمنت كونتراري تو مايجرين. يعني زي ما حكينا المايجرين هو البيشنت عاده عنده فونوفوبيا وعنده فوتوفوبيا، عشان هيك احنا شو بنسوي؟ حكينا بنحطه بغرفه هاديه، بنخفف اللايتس عشان نعمل ريليف للاتاك. على عكس الكلستر هيدك هو ما عنده اي اسوشيتد سيمتوم، ما عنده لا فوتوفوبيا ولا فونوفوبيا ولا نوزيا، فعاده عادي البيشنت بيكون بيتحرك بشكل طبيعي وما في عنده ال 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 يعني tend to be rest زي المايجرين. هلا mainly هي بتيجي بتو فورم زي ما حكينا الكلستر هيدك، اما episodic او chronic. من اسمها episodic معناته زي ما حكينا بيكون في عندي episode of remission and exacerbation، اما chronic معناته the patient is suffering from this type of headache بشكل متكرر بدون اي remission. طبعا في كرايتيريا برضو رح نناقشها ان شاء الله في محاضرة الهيدك. هلا التنشن هيدك الثيرد تايب اوف هيدك اللي هو التنشن هيدك، which is the most common type of headache. So which one is the most common type اللي هو التنشن هيدك. هلا النيتشر اوف هيدك يوجوالي بيكون constant pressure، يعني البيشنت حرفيا بيجي بحكي كأنه انا رابط اللي هو رابط يعني عصا يعني عصبة على راسي، يعني كأنه رابط عصبة على راسه أو يعني الباند على راسه وشاددها، فبالتالي بيكون عادة اللي هو bilateral، تمام؟ as a tight band all over the head. usually it is more severe at the end of the day، لكن rarely إنه يكون very severe. و it responds well to analgesia. هلا all types of headache responds to analgesia، لكن أفضل واحد بيستجيب even للسمبل analgesia اللي هو عبارة عن attention headache. هلا نيجي نحكي اللي هو طبعا زي بس شغله زي ما لاحظنا انه التنشن هيدك هنا ما بيكون اسوشيتد مع اي سيمتومز، يعني مش زي الكلستر ولا زي المايجرين اللي هو الفوتوفوبيا والفونوفوبيا والنوزيا والفوميتنج اللي حكينا عنها. فيوجوال التنشن هيدك ما بيكون اسوشيتد مع اني اذر سيمتومز. هلا نيجي للسدن اونست اوف هيدك، برضه هاي معلومه اتوقع مرقت عليكم لانه هاي من الاي بي سيز بالميديسن، انه اي بيشنت بيكون بريزنتد وذ سدن سيفير ثندر كلاب هيدك او ثندر كلاب لايك هيدك هو عباره عن سب اركينويد هيموريج انتل بروفن اذروايز، مع انه في اذر كوزز وممكن يكون هذا ثندر كلاب هيدك ممكن يكون ايديوباثيك، لكن البريوريتي لنا انه احنا لازم نعمل اكسكلوجن للسب اركينويد هيموريج از ان توب، يعني از ا توب ايمرجنسي. فهو عباره عن سدن سيفير هيدك هو تيبيكال للسب اركينويد هيموريج which is a medical emergency. Subarachnoid hemorrhage is occasionally associated with loss of consciousness, nausea, vomiting, convulsions with meningeal irritation sign. يعني ممكن البيشنت يجي عنده نكل rigidity من ال طبعا هي الساينز للmeningeal irritation اللي هو الكيرنينج ساين والبروزينسكي ساين والنكل rigidity، فممكن البيشنت يجي يشكي من نكل rigidity ويكون في عنده subarachnoid hemorrhage. زي ما حكينا يعني البيشنت describes it as sudden blow to the head او thunder clap، يعني كأنه في صاعقة ونزلت على راسه او حدا خبطه على راسه، تمام؟ هاي طبعا هو البيشنت ديسكرايب ات انه هذا اسوأ صداع بيجيني في حياتي. طب هاف يو ايفر مثلا اكسبيرينس ذس هيدك بيفور؟ لا، يعني مثلا هو البيشنت بيشكي من مثلا فور اكزامبل مايجرين، احنا حكينا المايجرين يوجوالي سيفير، لكن هذا الهيدك بيكون ايفن ماتش مور سيفير ذان المايجرين هيدك، تمام؟ وبيكون على العكس المايجرين، المايجرين فور اكزامبل جراديوال، لكن هذا بيكون سدن، تمام؟ فجأة. فذس السب اركينويد هيموريج انتل بروفن اذروايز.
تمام. هلا نيجي للهيدك اوف مينينجايتس. مينينجايتس او انكيفالايتس. المينينجايتس هو انفلاميشن بالمينينجز، اما الانكيفالايتس هو الانفلاميشن بالمينينجز وبالاضافه الى اللي هو البرين بارينكيما. بيكون يوجوالي الهيدك از جراديوال اونست. ليش؟ طبعا ما راح يكون سيفير. ليش؟ لانه هو عباره سواء كان فايرال او سواء كان بكتيريال، هو عباره عن انفكشوس بروسس. لسه بده يصير في عندي اللي هو تيجي الليكوسايتس والريليز والبرزنتيشن للانتيجن، وبده يصير في عندي اللي هو يعني الانتيجن بريزنتينج سيل والريليز للانترلوكين والانفلاماتوري ميدياترز واديما. فراح يكون جراديوال اونست، ما راح يكون سادن اونست من الهيدك. تمام. هاي العمليه الانفكشوس بروسس بدها فتره. فزي ما هون في عندي سوولن تيشو، طبعا السوولن تيشو في المينينجز اللي هو الديورا والاراكينويد والبياماتر، بصير في انفلاميشن، اديما، كومبريشن. هذا بيعمل بروديوسينج للسنسيشن اوف هيدك او البين. يوجوالي ات از جنرالايزد، مي بي اسوشيتد وذ نيك اند شولدر بين. ات مي بي اسوشيتد وذ فيفر. البيشنت از جنرالي انويل، سبيشلي اذا كان بكتيريال مينينجايتس البيشنت راح يكون يعني سيفيرلي لوكينج انويل. ممكن مع بيربريك سكن راشز، خاصه اذا كان مينينجيو كوكل كوكسيميا اللي هو بتكون مينينجيو كوكل مينينجايتس، او فوميتينج، او اللي هو نوزيا، او فوتوفوبيا. كلها هاي ممكن تكون من الاسوشيتد سيمبتومز مع المينينجايتس اللي هو الهيدك اوف مينينجايتس. هلا نيجي للهيدك اوف انتراكرانيال هايبرتنشن. بمعنى انتراكرانيال هايبرتنشن بمعنى اليفيشن بالاي سي بي اللي هو الانتراكرانيال بريشر. هلا احنا عارفين انتراكرانيال بريشر هو ريفلكتس البريشر للسي اس اف اللي هو السيربروسباينال فلويد. تمام. فهلا السيربروسباينال فلويد هو تقريبا يعني بيكون ديستريبيوتد على كل البرين. تمام. فالهيدك عادة due to increased intracranial pressure بيكون poorly localized. يعني ما بيجي مثلا البيشنت بيشكي من frontal headache احكي والله ممكن تكون مثلا ممكن تكون مشكلة sinusitis، occipital headache مثلا احكي ممكن تكون occipital neuralgia او muscle spasm. لا، بيجي البيشنت عنده poorly localized، يعني بيشكي من headache all over his head. تمام. usually بيكون throbbing in nature زي pulsatile pain، وبيكون worse especially in the morning. هلا هاي معلومة برضه راح تاخذوها ان شاء الله لقدام في موضوع نيوروسيرجري، انه هلا اي برين مثلا او اي space occupying lesion for example brain tumor راح ترفع الانتراكرانيال بريشر. تمام. هلا فهدول راح يسالوكوا هذا السؤال في نيوروسيرجري عشان تكونوا عارفين جوابه، انه طب ليش البيشنت اللي عندهم for example brain tumor او space occupying lesion بيجوا بيشكوا من هيدك خاص early in the morning، يعني ليش اشمعنا الصبح. تمام. هلا الفكره انه انا لما يكون البيشنت نايم، تمام، هلا مش بصير في عندي ريلاكسيشن لكل المسل والى اخره، بصير في عندي هايبوفنتيليشن. هلا هايبوفنتيليشن معناته راح يصير في عندي CO2 ريتينشن، راح يضل CO2 ما راح يطلع، راح يصير في هايبركابنيا، راح يصير في فازو دايليتيشن. هلا احنا عارفين انه في عندي معادله للسيربرال perfusion pressure. تمام. هلا اللي هو السيربرال perfusion اللي هو عباره عن المين arterial pressure ناقص الانتراكرانيال بريشر. هلا انا عشان احافظ على البرفيوجن تبع البرين، لما يصير في عندي فازو دايليشن راح تقل المين ارتيريال بريشر. تمام. فعشان احافظ على السنترال برفيوجن تبع البرين ايش بدي ارفع الاي سي بي، فبرتفع الاي سي بي سبيشالي ايرلي ان ذا مورنينج. فهذا هو السبب. تمام. اعيده كمان مره، انه زي ما حكينا ديورينج سليب بصير في عندي هايبو فنتيليشن، بصير في CO2 ريتينشن، CO2 فازو دايليتر، بصير في فازو دايليشن، فبنزل المين ارتيريال بريشر. عشان احافظ على السنترال بيرفيوجن برتفع عندي الانترا كرانيال بريشر اللي بيعمل بورلي لوكالايزد ايرلي مورنينج هيدك. يوجوالي بيكون اجريفيتد باي اي شيء بيزيد الانترا كرانيال بريشر، فور اكزامبل كوفينج اند سنيزنج، وات ماي بي اسوشيتد وذ نوزيا، فوميتينج، بور يورينيشن كنترول، reduced visual acuity. طبعا اللي هو البابيلي إديما، هاي البابيلي إديما usually بتكون يعني ما بتكون acute onset، usually بتكون due to chronic process of elevation للintracranial pressure. ممكن ديبلوبيا، طبعا ديبلوبيا بيكون نتيجة الضغط على الابديوسنت نيرف او imbalance بالجيت. تمام. هلأ نيجي للنيورالجيا. هلأ ماذا نقصد بالنيورالجيا؟ النيورالجيا من اسمها هي بين في النيرف، نيورو والجيا، الجيا معناته بين، ونيورون معناته اللي هو النيرف.
فبالتالي هي عبارة عن pain على distribution لمكان اللي هو النيرف. هي painful sensation زي الالكتريكال شوتينج زي ما احنا شايفين هون، هذا الترايجيمينال اللي هو الأوفثالميك والمانديبولار والماكزيلري برانشز، فهذا بيكون زي الكتريكال شوتينج بين على الديستريبيوشن للنيرف. طبعا هو الموست كومن افكتد هو التراي جيمينال نيورولجيا. فنيورولجيا كان افكت جروب اوف نيرفز انكلودينج التراي جيمينال والجلوسوفارينجيال وريرلي الاوكسيبيتال. البين از يوجوالي شارب بيرنينج او الكتريكال شوتينج لاستينج 4 مينيتس، however it may be aching in nature and constant. لكن هاي ريرلي، على الاغلب التيبيكال بين انه يكون شارب الكتريكال شوتينج، ممكن يكون سنجل ايبيسود او ممكن يكون ريكورنت او كرونيك ايبيسودك. يوجوالي التيبيكال انه يكون يونيلاترال. تمام، هلا عاده هذا البين بيكون يعني ايديوباثيك، تمام، ما في كوز. هاي اول نقطه. ثاني نقطة انه بيكون triggered by اي اشي، يعني ممكن يكون triggered by chewing، ممكن يكون triggered by talking, by shaving, by eating, by touching the face. يعني ممكن بس البيشنت يعمل touching على منطقة مثلا الماكزيلري برانش ويعمل اللي هو نيورولجيا على كل اللي هو الترايجيمينال برانشز او الترايجيمينال ديستريبيوشن. طبعا زي ما حكينا هو من seconds to few minutes. الدياجنوسيس كلينيكال، تمام، لكن عاده نستخدم الام ار اي to exclude any other possible underlying causes for example multiple sclerosis او encephalitis ممكن، تمام. فعادة هاي طبعا في كرايتيريا برضو ما رح ندخل فيها، لكن احنا نعرف انه general term ايش هو النيورالجيا وايش هي النيرف اللي بتكون affected. فاحنا عادة الدياجنوسيس تبعه بيكون clinical diagnosis، لكن ممكن نستخدم الـ MRI لإيش؟ فقط for exclusion لـ other causes، يعني احنا ما بنستخدمها للدياجنوسيس. هلا والبوست هيربتيك نيورولوجيا حكينا عنها. البوست هيربتيك نيورولوجيا زي ما احنا شايفين بالصوره هون انه في عندي هيرب زوستر افكتنج الثراسك ديرماتوم. بعد ما تروح الزوستر او الشينجلز عفوا، هون بصير في عندي اللي هو كرونيك بين على هاي المنطقه، بسموها بوست هيربتيك نيورولوجيا. هلا عاده المور كومن بالفيميل هو الترايجيمينال، بالميل الجلوسوفارينجيال، تمام. هلا ممكن يكون على الاوكسيبيتال نيورولوجيا، تمام، افكتنج اللي هو الاوكسيبيتال نيرف، فهذا طبعا سبلاينج اللي هو الباك سكالب او اللي هو البوستيريور سكالب على اللي هو البوستيريور سكالب على الباك اوف ذا هيد، فهذا بسموه اوكسيبيتال نيورولوجيا، تمام. هلا نيجي للهيدك اوف تيمبورال ارترايتس. تيمبورال ارترايتس بمعنى انه انا في عندي انفلاميشن بالتيمبورال ارتري اللي هو برانش اوف اكسترنال كاروتيد ارتري. فذس از ذا اكسترنال كاروتيد ارتري وهي السوبرفيشال تيمبورال ارتري. بيكون في عندي انفلاميشن بهذا الارتري، طبعا برضو بيسموه الجاينت سيل ارترايتس، تمام. عاده ات افكتس اللارج والميديان arteries of the head وespecially the external carotid artery but it may involve the aorta. لكن الموست كومن اللي هو انه to be involved in temporal artery، عشان هيك عادة مسموه temporal arthritis. طبعا I think you know you are familiar with it من خلال المديسن اللي هو بسنة رابعة أخذته بالمديسن. هلا it is a called it's called temporal arthritis لأنه كمان اللي affected temporal artery. هو more common بالwomen، طبعا symptomatic بالميل associated with polymyalgia rheumatica. هلا هاي البوليمايالجيا روماتيكا اللي هو بيكون عنده inflammatory condition بتعمل بين وستيفنس بالمسلز around the shoulder والهب والنك. فأي patient عنده polymyalgia rheumatica 50% انه يكون associated مع temporal arthritis. طبعا I think انه انتو اخدتوا قاعدة انه اي patient بيجي ب tenderness او بين على temporal area وعمره فوق الخمسين سنة highly suspected انه يكون ايش temporal arthritis. والonly mood for diagnosis او نعمل diagnosis اللي هو البيوبسي. فالتيمبورال ارترايتس يوجوالي البيشنت بيجي بيشكي من بين على التيمبورال اريا. ممكن يكون في لو جريد فيفر سنس انه هو انفكشن او انفلاميشن جو وتونج كلاوديكيشن بالاضافه الى تينيتس وديكريز بالفيجوال اكويتي. هلا او سدن فيجوال لوس نتيجه طبعا انفولفمنت الاوفثالميك ارتريز. هلا هاي اهم نقطه، يعني انا كل مشكلتي في التيمبورال ارترايتس هو الفيجوال لوس. عشان هيك اذا اجى البيشنتس وشكيت تيمبورال ارترايتس لازم فورا ابلشه
على high dose of prednisolone أو steroid اللي هو عبارة عن immunosuppressant عشان إيش؟ عشان نمنع ال sudden visual loss. تمام؟ طبعا إذا عنده unilateral visual loss لازم أعمل له admission وأمشي IV عشان نمنع اللي هو ال يعني ال visual loss لل other أو ال contralateral side. Usually it is associated with bulimialgia rheumatica والchance للrecurrence is 40%. عشان هيك احنا ما لازم نعمل tapering للستيرويد وكت للستيرويد قبل ما اللي هو البيشنت يكمل الcorrect duration من التريتمنت. طبعا هاي medical emergency من الشيء على high dose من البريدنسيلون علشان ما يصير في recurrence. هلا الchronic daily headache يعني patient بيجي بشكي من headache كل يوم بشكل متكرر. ايش ممكن يكون؟ هلا ممكن يكون مايجرين وحكينا عن المايجرين، ممكن يكون كلاستر هيدك، ممكن يكون سيرفايكوجينيك ان اوريجين بمعنى انه يكون البين ريفيرد من مشكله مثلا بالنك او بالشولدر زي ما حكينا مسل سبازم، ممكن يكون تنشن هيدك، ممكن يكون انالجيزيا اوفردوز يعني فور اكزامبل باراسيتامول توكسيسيتي. تمام؟ ممكن تعمل هيدك البيشنت طبعا يعني هي الاند ريزلت انه البيشنت راح يدخل بليفر فيلير. تمام؟ ليفر انتوكسيكيشن، لكن كبرايمري اول شيء البيشنت ما راح يعاني من ليفر انتوكسيكيشن، راح يجي يشكي مثلا من فوميتنج هيدك هاي في الايرلي ستيجز اوف مثلا باراسيتامول انتوكسيكيشن. ممكن ديبريشن انكزايتي ياثر او يعمل كرونيك ديلي هيدك، انكريزد انتراكرانيال بريشر فور اكزامبل برين تيومر سبيس اوكيباينج ليجن بتزيد الانتراكرانيال بريشر وال patient بيجي بهيدك دائما chronic daily especially early in the morning، او ممكن chronic sinusitis برضو ال patient يكون presented with headache. هلا نيجي لل consciousness. ال consciousness هو عبارة عن ال individual's awareness to self and surrounding يعني simply هو ال orientation لل time وال place وال person. هلا ال standard method عشان احنا نعبر على ال consciousness لاي patient هي عبارة عن الجلاسكو كوما سكيل. تمام؟ اللي هي طبعا تقسم اللي هو لل eye والموتور وبالاضافة الى ال verbal response. تمام؟ طبعا نعرف كيف نحسب السكور. المفروض انه البني ادم النورمال يكون في عنده ال 15 وطبعا الجلاسكو كوما سكيل برضو يعني indicate severity. فهاي ال standard method انه انا اعمل expression عن ال consciousness اي مريض في الـ الـ يعني الدنيا. هلا هذا الكونشيسنس. طب ايش هو disturbance of consciousness؟ هو عباره عن المينتال ستيت when it is limited or non responsiveness. تمام؟ لكن هاي طبعا بتكون reversible. تمام؟ لانه الريفرسبل يعني decrease أو non-responsiveness للpatient ممكن تأدين إلى البرين death. البرين death is a total different entity عن سواء loss of consciousness أو confusion أو الكوما. هدول كلهم مصطلحات يختلفوا اختلاف تام عن البرين death. البرين death هو irreversible brain stem damage. تمام؟ هلا it is objectively measured by Glasgow Coma Scale اللي احنا حاطينه هون. طبعا الكوزز اي اشي ممكن يعمل يعني ممكن تكون شغلات structural بالبرين. تمام؟ شغلات الى علاقة بالanatomical structures of the brain for example شغلات infratentorial مثلا herniation syndrome ممكن تعمل مثلا هايبوكسيا ممكن تعمل شغلات بالبرين، شغلات برضو مثلا supratentorial metabolic diseases مثلا renal failure liver failure بيؤدي الى ammonia intoxication ممكن يؤدي الى confusion يؤدي الى disturbance في consciousness اللي هو الهيباتيك انكيفالوباثي، ممكن inflammation زي المينينجايتس زي الانكيفالايتس برضو هاي كلها ممكن تعمل disturbance بالليفل اوف consciousness، ممكن drugs ممكن اللي هو زي الاوبيويد اوفردوز هايبوكسيا حكينا ابيليبسي هايبوغلايسيميا الاندوكراين ابنورماليتي زي الاديسن ديزيز. الاديسن ديزيز البيشنت بيجي بهايبونايتريميا، هايبونايتريميا بتعمل برين اديما. تمام؟ فهذا ممكن يؤدي الى ديستربنس بالليفل اوف كونشسنس. اليو تي اي برضه راح تاخذوا انه اليو تي اي هي الموست كومينج كوز لسمثينج كولد ديليريوم بالاولد ايجز يعني ان شاء الله بكورس السايكاتري راح تاخذوا انه اشيع سبب للبيش للكبار بالعمر انهم يجوا على الطوارئ عندهم ديليريوم بمعنى ديكريز ليفل اوف كونشسنس او التريشن بالليفل اوف كونشسنس اللي هو اليو تي اي. ممكن ستروك اريثميا تاثر على البرفيوجن سيفير بين او انتوكسيكيشن هيد انجريز اند هايبركابنيا.
هلا نيجي للسينكوبي، تمام؟ هلا السينكوبي تمام هي عباره عن temporary loss of consciousness نتيجه decrease بالcerebral blood flow او بالcerebral perfusion. طبعا ضروري جدا تعرفوا تعريفها لانه كثير رح يتكرر معكم وكثير رح تنسالوا عنه، اللي هو شو معنى السينكوبي. هو transient loss of consciousness نتيجه decrease بالblood flow. البيش طبعا ممكن يكون في عندي warning sign قبلها، يعني ممكن مثلا البيشنت يشعر بالدزنس، بالنوزيا، بلاري فيجن تمام، تكبنيا والفينتينج او السينكوبي. لكن عاده لما بنرجع البيشنت فلات بنزيد الفينس ريتيرن الكارديك اوتبوت، بيرجع بزيد البرفيوجن. يوجوالي البيشنتس بصير في رابيد ريكفري بهاي الحاله، تمام. الموست كومن كوز هو الفازو فيجال سينكوبي، بصير في بريديكارديا، هايبوتنشن، بقل السيربرال برفيوجن، بصير في عندي سينكوبي. هلا مثلا سينكوبي اذا كانت اسوشيتد مع الاكسرسايزز، تمام، يعني مثلا فور اكزامبل بيشنت لما بعمل اكسرسايز، بمعنى الاكسرسايز اللي هو السبورتس، مثلا انا بشك بايش، مثلا بكارديومايوباثيز، تمام، بشك بميترال ستينوسيس، بمعنى انه انا ما في عندي كاردييك اوتبوت منيح، معناته اللي هو، وطبعا هذا الكاردييك اوتبوت مع الاكسرسايز ات داز نوت ميت ذا ديماند، فبصير في عندي سينكوبي. او مثلا ممكن يكون هارت بلوك او سيك ساينس سيندروم او ارتيريال اللي هو عفوا اتريال فيبريليشن، يعني عده كوزز. انا بدي الفكره تعرفوا انه لما بيكون السينكوبي اسوشيتد مع الاكسرسايز بشك بكاردياك بروبلم، تمام، لازم نعمل اكسكلوجن. هلا سينكوبي it may be due to brain ischemia such as obstruction للكاروتيد اللي هو المين سبلايرز للبرين اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري. فاذا في obstruction، في اثيروسكلروتيك ليجن، في ثرومبوتيك ايفنت صاير هناك، معناته انا قطعت البلد سبلاي عن البرين كامل. ممكن اللي هو الفيرتبرو بيزلر انسفيشنسي، طبعا بيكون في اللي هو condition which is characterized by بيكون في poor blood flow للposterior portion of the brain. طبعا انتوا عارفين انه انا في عندي two vertebral artery، تمام، هدول vertebral artery بتجمعوا مع بعض بعطوني basilar artery، هي vertebral artery وهي basilar artery. فاذا صار في عندي vertebro basilar insufficiency، في عندي مشكلة عاملة insufficiency بالperfusion بالvertebral artery والbasilar artery، هاي المين supplier يعني posterior portion of the brain، بالتالي رح يصير في عندي decrease بالcerebral perfusion او subclavian steel syndrome. طبعا هاي السبكليفيان ستيل سيندروم زي ما احنا شايفين بهاي الصوره، انه بيكون في عندي ستينوسيس او اكلوجن بالسبكليفيان ارتري، فهذا الاشي بيعمل ريترو جريد بلود فلو، تمام، من اللي هو الابسيلاترال فيرتيبرال ارتري، بصير يرجع البلد فلو من الفيرتيبرال ارتري للسبكليفيان ارتري. هلا المفروض نورمال البلد فلو زي ما هو موجود على هاي الجهه من السبكليفيان للفيرتيبرال، هذا النورمال، لكن عشان يسموها السبكليفيان ستيل، السبكليفيان يعني ستيل بيسرق البلد من الفيرتيبرال ارتري لإله، طبعا نتيجه مشكله بالسبكليفيان ارتري اللي هو وذر ستينوسيس او اثيروسكلروتيك ليجن بغض النظر، تمام. فهذا طبعا لما يصير في ريتروغريد للبلد سبلاي من الفيرتيبرال ارتري للسبكليفيان راح يقل البلد فلو رايح على البرين، فراح يعمل سينكوبي. برضه بعض الهايبوتنسيف دراج ممكن تعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن، فور اكزامبل المثال الاشهر عليها اللي هو البيتا بلوكرز ممكن تعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن فبتعمل عندي سينكوبي. ممكن النايتريتس بتعمل فازو دايليشن تعمل سينكوبي، والى اخره. ممكن الديابيتس يعمل اوتونوميك ديسفانكشن واورثوستاتيك هايبوتنشن اند سينكوبي. الإبيليبسي برضو في محاضرة كاملة عن الإبيليبسي، لكن loss of consciousness which occur during generalized and complex partial. طبعا عارفين احنا انه generalized بمعنى انه it affects two hemispheres of the brain، while the partial بتكون ب localized foci of the brain او single hemisphere. لكن طبعا في البارشيال تقسم الى simple وcomplex، اللي بيميزهم انه simple ما بيكون فيها loss of consciousness، لكن لما بحكي complex partial seizure معناته هاي الكيورد لا loss of consciousness. لكن simple partial المفروض انه هاي simple ما يصير فيها loss of consciousness، لكن اول ما احكي complex معناته there is loss of consciousness. طبعا لازم ناخد full history عشان نميزها عن السينكوبي. الموست كومن هو التونيك كلونيك، الموست كومن من الكومبلكس هو التمبورال لوب، تمام. طبعا راح يعني هاي في محاضره كامله عن الابيليبسي عشان هيك ما راح نحكي عنها ان ديتيلز في هاي المحاضره.
The patient may bite his tongue and lose سواء السفنكتيريك كنترول سواء يورينري او اللي هو البول. Important to ask the patient او هو witness the event. The patient with epilepsy do not usually recover completely. بيكون في عنده post ectal phase. احنا عارفين انه الابيليبسي هي عبارة عن 3 phases اللي هو البيجينينج تمام اللي هو البرودرومال فيز وبالاضافة الى الاكتال فيز اللي هو مرحلة بالابيليبسي for example tonic clonic phase واذا كانت tonic clonic seizure وبالاضافة الى البوست اكتال. هلأ هاي البوست اكتال اللي بتكون بعد الابيليبتك سيجر عادة بتكون من 5 to 30 minutes ممكن اطول. طبعا بيكون البيشنت بيشعر فيها في نوزيا بيكون سلايتلي هيديك بيكون سلايتلي دراوزي تمام بالاضافة الى انه بيكون في عنده سلايت كونفيوجن بهاي المرحلة. عادة بتكون من 5 دقائق الى نص ساعة بعدها البيشنت بيرجع كومبليتلي نورمال. هلا بالنسبه للديزنس والفيرتيجو, الديزنس هو عباره عن لايت هيدنس بات ويزاوت فولينج, يعني زي ما احنا شايفين بهاي الصوره يعني البيشنت بحس انه هيك راسه يعني راسه خف شوي تمام لكن بدون ما يوقع على الارض بدون ما يكون في اي ديكريز بالسيربرال بيرفيوجن. فهذا هو الهايت. فالسينكوبي ممكن تعمل ديزنس اللي هو لايت هيدنس بس ما في فولينج وبالاضافه انه ما في لوس اوف كونشسنس. اما الفيرتيجو اللي ان شاء الله رح تحكوا عنه محاضره كامله بكورس الاي ان تي فهي عباره عن illusion of movement of body or place around. ممكن يكون مشكله سنترال ممكن يكون بريفرال. يعني زي ما احنا بهاي الصوره شايفين الفيرتيجو كانه بتشعر انه المكان بلف فيك او انت بتلف بالمكان تمام يعني لهي الدرجه بيكون سيفير. طبعا هذا السبب ممكن يكون بريفرال مشكله بالفيستيبولوكوكيولر او ممكن يكون سنترال كوز مشكله في البرين ستيم. طبعا مشكله في البرين ستيم زي اللي هو التي اي اي الستروك المالتيبل سكلروسز تمام او المايجرين. والبريفرال مثلا ممكن يكون البرينثايتس اللي هو انفلاميشن بالانر اير ممكن يكون مينير ديزيز بيناين باروكسيزمال فيرتيجو فيستيبولار نيورايتس افكتنج اللي هو عباره عن انفلاميشن افكتنج الايث نيرف ممكن جينتامايسين which is antibiotic لكنه اوتوتوكسيك تمام فممكن برضو يعمل عندي بريفرال فيرتيجو. هاي المواضيع رح تناقشوها ان شاء الله ان ديتيلز بالاي ان تي لكن انا الفكره من المحاضره انه احنا نعرف شو معنى فيرتيجو شو معنى ديزنس عشان لو سمعناه بنيوروميديسن لكن كفيرتيجو بيرسي كهاي ما بهمكم بنيوروميديسن هو رح تاخذوا عنه ان شاء الله زي ما حكيت بالاي ان تي تمام. هلا نيجي للفول. ممكن بيشنت يعني يجي بيشكي من ريكرنت فولز يعني بوقع كثير ونكتشف بالنهايه انه مشكلته كانت عباره عن سنترال نيرفس سيستم. هلا بس ممكن اذر كوزز تكون ديو تو تروما ممكن تكون ديو تو باركنسونزم في محاضره عنه ممكن لوس اوف كونشسنس يعني مثلا زي ما حكينا هلا من الكوزز للسينكوبي انه يكون مثلا البيشنت بيعاني من اديسن ديزيز فممكن اديسن ديزيز بصير في عنده ريكرنت سينكوبي التريشن بالليفل اوف كونشسنس بصير البيشنت عنده ريكرنت فولز ممكن ستروكس مالتيبل سكلروسز سيريبيلر ديزيز فور اكزامبل هانكتون ديزيز ممكن كوريا اثيتوسيس تعمل عنده فولز لانه بتعمل عنده يعني بتعمل عنده انفولنتري موفمنتس فما بيكون في عنده الكنترول على حركاته فممكن تعمل عنده ريكرنت فولز او سباينال كورد انجريز تمام. هلا راح نبلش بالموتور سيمتومز وفعليا هاي الجزئيه كثير مهمه طبعا طويله شوي لانه راح احط لكم بعد كل سيمتوم الفيديو تبعه لانه فعليا حرفيا الدكتور كثير بيجيب من هاي السيمتومز في الامتحان وراح يعني راح تنصدموا انه بيغير مثلا سيمي انفولنتيرلي بيجيبه انفولنتيرلي تمام يعني بيغير شغلات بسيطه فا I'm sorry to tell you إنه لازم تحفظوا التعريفات حرفية لكن إن شاء الله إحنا رح نمشي فيها كلمة كلمة وراح أفرجيكم فيديو بعد كل تعريف عشان نقدر نحفظه بناء على الفيديو. لكن بداية أول إشي مثلا إذا إجا البيشنت شكى من sudden onset of paralysis يعني فجأة بطل قادر يحرك مثلا اللور لمب أو الإكستنسور مسلز أو الفليكسورز بغض النظر معناته بشك إنه في مثلا stroke أو صار في hemorrhage intracranial hemorrhage sudden acute intracranial hemorrhage أو multiple sclerosis. إذا كان gradual bilateral ascending paralysis فورا نقول يمباري syndrome بدون ما أفكر gradual ascending قول يمباري syndrome. Paralysis which is mixed between flaccid and spastic suggestive for motor neuron disease. Easy fatigability هي suggestive for myasthenia gravis تمام؟ هدول بس هيك معلومات نعرفهم بشكل عام. هلأ رح نبلش بالموتور ديسوردر.
اول disorder رح نحكي عنه ان شاء الله اللي هو اكاينيزيا. من اسمه اكاينيزيا، كاينيزيا حركة movement، اكاينيزيا معناته ما عنده الابيليتي تو انشيت movement. تمام. المصطلح الثاني رح نحكيهم لانهم related مع بعض، برادي كاينيزيا. برادي معناته slow، كاينيزيا movement معناته عنده slow movement أو reduce movement. هاي بشوفها بالباركنسونزم وبالهايبوثايروديزم. هلأ خلينا نشوف أول فيديو اللي هو كان عن الاي كاينيزيا. تمام، زي ما احنا شايفين هون الايكاينيزيا عرفناها انه هي inability to initiate movement، فمنلاحظ انه هذا البيشنت he is trying to stand، بده يوقف تمام، لكن ما بيقدر الا بمساعدة الفيزيشن لانه هو incapable to initiate his movement. فهاي هي الايكاينيزيا، لا قادر يعمل extension ولا قادر يعمل flexion ولا اشي. لكن البراديكاينيزيا، البراديكاينيزيا هي عبارة عن slow movement منشوفها بالباركنسونزم. This is slowed movement and here you can see the shuffling gait characteristic of EPS. This gave rise to the... طبعا زي ما احنا شايفين هون انه البيشنت عنده براديكاينيزيا، عنده slow movement طبعا بالاضافة للشفلينج gait والأذر characteristics للباركنسونزم، لكن هون اللي بهمني انا كان اللي هو البراديكاينيزيا. هلا السكند ان شاء الله اللي رح نحكي عنها اللي هو الكاتابلكسي. الكاتابلكسي هي عبارة عن general or partial weakness of muscles in response to emotional stimuli، بسموها freezing phenomena وبرضه بتصير بالباركنسونزم. فالفكرة بالكاتابلكسي simply انه البيشنت loses his control او postural control بالأبر واللور limb عادة نتيجة emotional stimuli. for example مثلا البيشنت دخل في حالة هستيرية من الضحك او بضحك تمام، emotional stimulus السعادة العارمة، فبصير في عنده loss على البوستشرال كنترول، يعني ببطل كيبل انه يتحكم في البوستشر تبعته. زي ما احنا شايفين راح افتح لكم على الفيديو بس على السريع. اوكي، اللي هو كان اللي هو كنا نحكي عن الكاتابلكسي تمام. فهلا هي اللي هو الكاتابلكسي. هلا الفكره بالكاتابلكسي انه هاي البيشنت راح تتعرض للي هو زي ما احنا شايفين ايموشنال ستيمولس، شي از لافينج فيري يعني لاودلي تمام. هلا فبنلاحظ انه في اخر الفيديو شي لوزز البوستشرال كنترول تمام، ببطل في عندها postural control بالمرة على الـ upper والـ lower limbs. يعني هاي الـ patient is trying to hold يعني to hold his body stand تمام، بس ما في، مش قادرة انه to hold his body، يعني مش قادرة، عفوا her body، مش قادرة انه تحافظ على الـ posture تبعت جسمها نتيجة emotional stimulus. فهاي عادة بتكون ايش؟ بتكون اللي هي الكاتابلكسي. هنا واضح جدا انه هي she can't keep his hair posture. هاي هي عبارة عن الكاتابلكسي تمام. هلا بالنسبة للأكاثيزيا، الأكاثيزيا البيشنت من اسم هلا ما نخرب الأكاينيزيا، هو مش قادر يبلش الحركة. أكاثيزيا، كاثيزيا معناها الحركة، يعني اللي هو يعني الريستلسنس، يعني ما بقدر يهدى. فالأكاثيزيا البيشنت cannot remain without moving، يعني على العكس هون البيشنت ما بيقدر يقعد بدون ما يتحرك تمام. هاي usually بتكون سايد افكت للأنتي سايكوتيك. فأكاثيزيا بمعنى انه البيشنت cannot sit still، ما بيقدر يقعد، ما بيقدر يهدى البيشنت، زي ما راح نشوف في هذا الفيديو. أكاثيزيا زي ما احنا شايفين البيشنت مش قادر يقعد، رايح جاي رايح جاي تمام. طبعا سواء حركة أصابع سواء الحركة as a whole body كله تمام. البيشنت can't sit still، simply in simple words إنه البيشنت can't sit still، ما بيقدر يقعد تمام.
اوكي هلا نيجي للاتاكسيا. التاكسيا it means loss of coordination. طبعا احنا عارفين انه الريسبونسبل عن الكوردينيشن اللي هو عباره عن السيربيلم. طبعا في عندي عده تيست راح تاخذوها ان شاء الله بالكورس نستخدمها للاتاكسيا، اما اللي هو الفينجر تو نوز، او مثلا اللي هو الهيل تو شن، انه يمشي الهيل تبعه على الكونترالاترال شن، او مثلا اصبعه على النوز. هاي كلها شغلات بنستخدمها للاتاكسيا. لكن نشوف كيف بتكون الاتاكسيك جيت. هاي الاتاكسيك جيت، تمام، ما في اي كوردينيشن بالحركه. هاي هي عباره عن الاتاكسيك جيت، there is no coordination بالحركه. usually it indicates cerebellar disease. تمام. هلا بالنسبه للاثيتوزز، اثيتوزز it is a slow، تمام، it is a slow involuntary. وانا هاي الكلمات كثير مهمه، لا لازم تعرفوا كل نوع هو involuntary، voluntary، semi involuntary، تمام. it arriving movement of hands, finger and toes. usually it is caused by damage للبيزل ganglion due to birth asphyxia or Huntington disease. طبعا ضروري نعرف، ممكن يجيب انه شو مثلا البوسيبل اندرلاين كوزز للاثيتوزس، الهانكتن ديزيز نعرف، والبيرث اسفيكسيا. هلا هون الاثيتوزس المقصود فيها بالرايفنج موفمنت انه زي بتكون كانه حركه التواء بالايدي، تمام. فاحنا لما نشوفها رح نعرف ايش المقصود بالاثيتوزس، زي كانه حركه تلوي بالايدي زي هيك. هاي هي الاثيتوزس رايفنج موفمنت. طبعا هي سلو انفولنتري رايفنج موفمنت، ممكن افكتنج التويز، افكتنج الفينجرز. هاي هي عبارة عن slow involuntary writhing movement. هاي ايش اسمها؟ athetosis. تمام. هلا نيجي للكوريا. الكوريا it is a quick involuntary irregular non-rhythmic purposeless non-repetitive dancing like movement. طبعا الدكتور بيجيب التعريف حرفيا بالامتحان، فضروري جدا نحفظ التعريف. عشان هيك حطيت الفيديوهات نسهل من خلال الفيديو. انا لما اتذكر فيديو الاثيتوسيس بتذكر انه هي عبارة عن slow involuntary writhing like movement. الكورية هي عبارة بالعكس quick involuntary irregular purposeless، يعني ما في اي هدف، تمام، non-repetitive and dancing-like movement. خلينا نشوفها اللي هي الكورية. هاي هي الكورية small child suffering from الكورية اللي هو motor disorder. بتكون هيها rapid quick، لكن هي complete in voluntary or purposeless، يعني ما في اي هدف منها، dancing-like movement. هاي هي عبارة عن الكورية. Again, it is a rapid, تمام، أو quick, complete involuntary. الكلمات المهمة non-repetitive, purposeless, dancing-like movement. هاي هي الكورية. تمام. هلأ نيجي للديستونيا. من اسمها تونيا وديستونيا معناته something related to muscles. فهي عبارة عن disorganized، تمام. خليني بس احط الهايلايتر. هي disorganized sustained muscle contraction during action which can be focal or generalized. ركزت جدا على كلمة sustained، لانه في عندي اشي هو involuntary وبرضه بصير في disorganized muscle contraction، بس بيكون brief، بسميه myoclonus، تمام. فهدول مع بعض عشان نميز بيناتهم. الدستونيا هي عبارة عن involuntary لكن sustained disorganized muscle contraction، ممكن يكون generalized أو focal. عادة بيكون ممكن secondary لدرج زي الكلوروبروميزين antipsychotic. أما المايوكلونس فبرضه هي involuntary لكن brief contraction لمسل، ممكن يكون associated with multiple sclerosis, Alzheimer, encephalitis, epilepsy and so on. فهيك احنا تعلمنا مرتين، يعني 2 in 1. تعلمنا انه dystonia، تمام، something، بتذكر تونيا معناته اشي
ريليتد للمسل، معناته هي عبارة عن سستيند، لأنه في إشي اسمه مايوكلونس بريف، معناته هاي السستيند. فبدي أساعدكم تحفظوا، معناته الدستونيا هي عبارة عن involuntary, disorganized, sustained, يعني focal أو generalized contraction of muscles. أما المايوكلونس فهي عبارة عن involuntary, brief contraction لmuscle or a group of muscles. خلينا نشوفهم عشان نتذكرهم. خلينا أول إشي نشوف اللي هو اللي هو المايوكلونس. هي المايوكلونس هي عبارة عن brief contraction زي ما احنا شايفين، هي brief contractions لـ group أو اللي هو muscles of a group. A group of muscles عفوا. تمام. والثانية اللي هي كانت الدستونيا. اوكي يعطيكم العافية رجعت لكم، بس كنت لأنه بدي أشوف فيديو فيديو اللي هو حكينا المايوكلونس وبالإضافة إلى الدستونيا. تمام. هلا حكينا المايوكلونس هي عبارة عن brief involuntary contraction لmuscle or group of muscles. أما بالنسبة للي هو موضوع المستاذ محمد اللي هو هاي المايوكلونس، أما الدستونيا فهي عبارة عن involuntary اللي هو involuntary sustained contraction. تمام. إما بيكون localized أو بيكون focal. فزي ما إحنا شايفين هون هاي البيشنت بتعاني من localized dystonia للنك. تمام. اللي هو عبارة عن sustained contraction للي هو cervical muscles. أما لو نيجي لهذا البيشنت، طبعا رح أبعت لكم إن شاء الله الفيديوهات عشان تشوفوها براحتكم، لكن في هذا البيشنت، هذا البيشنت بيعاني من generalized dystonia. تمام. اللي هو عبارة عن involuntary sustained contraction لكل المسلز all over his body. فهاي برضو عبارة عن a case of dystonia. تمام. هلأ نيجي خلصنا الدستونيا والمايوكلونس مع بعض، نيجي للهيميباليزموس. هلأ هيميباليزموس it is a continuous تمام involuntary wide range and violent movement of arms and legs على one side, usually it is secondary to CVA. So another كمان مرة hemiplegia هي continuous involuntary violent movement unilateral على الarm والleg عادة بتكون secondary لل CVA. نيجي للفيديو نشوف الhemiplegia. هاي hemiplegia من الفيديو. تمام. من الفيديو هاد هي عبارة عن involuntary violent movement للarm أو الleg unilateral عادة secondary. نتذكر إنه ال patient كبير بالعمر، فعادة secondary لل CVA. هي unilateral involuntary violent movement. تمام. هاي هي عبارة عن الhemiplegia. هلأ نيجي للي هو التيك ديسوردر. التيك ديسوردر طبعا هي عبارة عن repetitive sudden semi involuntary movement لmuscles أو group of muscle. Sometimes it affects the vocal cord. فبصير في عندي producing less sound والpatient can't inhibit it. يعني ممكن يعملها inhibition بس he can't inhibit it for long time. يعني ممكن يعملها inhibition for a brief time لكن أو for a brief duration، لكن for longer durations the patient can't inhibit it. تمام. هلأ في عندي إشي بسموه Tourette syndrome. تمام. هي عبارة عن multiple motor tics with at least one phonic which started during childhood. إذن tic disorder هي عبارة عن semi involuntary، ضروري جدا كلمة semi involuntary، sudden repetitive. تمام. ممكن involve إذن بس هدول الثلاث كلمات semi involuntary sudden repetitive affecting the vocal cords. تمام. إذا كانت اللي هو عندي multiple motor مع one phonic هاي صار اسمها Tourette syndrome. أفرجيكم التيك disorder مع Tourette syndrome. هلا هي التيك disorder زي ما احنا شايفين هي عبارة عن semi involuntary repetitive sudden movement.
Xanax. I got nose tape. طبعا هاي associated مع phonic. تمام؟ إذا هاي عبارة عن اللي هو tic disorder. هي semi involuntary sudden movement. نيجي للتوريت سيندروم اللي هو بتكون associated مع phonic. أفرجيكم بس كيف بيكون الصوت. هاي semi involuntary contractions. هي لاحظنا هنا اللي هي هاي الفونيك بتكون عبارة عن involuntary movements affecting semi involuntary affecting the vocal cords. تمام، هاي كانت عبارة عن tic disorder و Tourette syndrome. هلا خلصنا هيك، يجي للتريمور. تمام، هلا التريمور it is an involuntary brief rhythmic oscillating movement of finger and toes. لازم نعرف تعريف التريمور لانه almost راح يسألوكوا عنه في كل راوند للنيورو ميديسن. It is involuntary brief rhythmic oscillating movement of finger and toes. هلا يقسم الى انواع، في منه الريستنج او الانتنشن او الاسنشيال التريمور او بسموه البناين او البرايمري ايديوباثيك. هلا اول اشي احنا ماذا نقصد بالريستنج؟ الريستنج من اسمه يعني بيكون while muscle is relaxed، يعني not trying to do any movement، بصير في عند التريمور زي ما بنشوف في الديزيز اوف باركنسونزم. او الانتنشن التريمور، تمام، من اسمه انتنشن يعني بيكون during directed اللي هو يعني purposeful motor movement، وبتكون worse يعني تقريبا عند reaching للend point. يعني for example patient بيكون مثلا بده يتناول قلم، تمام، هلا بتكون during الانشياشن للموفمنت ببلش في عنده التريمور، ولما بيوصل الend point تقريبا يعني بده ياخذ القلم بتكون يعني الworse التريمور. تمام، ممكن يكون essential وبسموه primary idiopathic، for example اللي مع المالتيبل سكلروسز او الكافيين او الكحول او ليفر سكلروسز ممكن يكون associated مع التريمور اللي هو الاستريكسز او الفلابينج تريمور، ممكن يكون associated مع الهايبوغلايسيميا، مع ثايرويد ديسوردر، ثايروتوكسيكوزز، فهي بسموها كلها essential تريمور. خلينا نشوف بس الريستنج والانتنشن تريمور. حكينا اللي هو resting tremor بيكون while muscle is relaxed not trying to do any movement. هاي طبعا بتكون مع الباركنسونزم، البيشنت is not doing anything، muscle relaxed، بصير في عنده التريمور. هاي الانتنشن تريمور، عفوا resting، سوري resting تريمور. اما الانتنشن تريمور فهي بتكون هي البيشنت از تراينج تو بيك ذس بن، فبصير في عنده التريمور، طبعا بيكون سيفير عند الاند بوينت، يعني لما يقرب يمسك القلم بيكون هو الورست تريمور او الموست سيفير تريمور. تمام، هذا بسموه الانتنشن التريمور اللي بيكون عاده اسوشيتد مع السيريبيلار ديزيزز. هلا نيجي للسبيتش ابنورماليتي. طبعا في مصطلحين ديس ارثريا اند ديس اللي هو فيزيا. هلا ديس ارثريا من اسمه ارثريا معناته انا في عندي مشكله بالارتكيوليشن، تمام، يعني البيشنت الثوتس عنده فل يعني ممتازه، الايديز عنده ممتازه، لكن في عنده مشكله بالاكسبريشن او بالارتكيوليشن، وهذا بيكون اما ديو تو بسموه بلبر بلسي او سودو بلبر بلسي. هلا بالنسبه للبلبر بلسي نعرف انه البلبر it is a lower motor neuron lesion، اما السودو بلبر it is an upper motor neuron lesion. شو الدليل؟ انه السودو بلبر بيجيني بسباستيك تانك، واحنا عارفين انه السباستيسيتي هي one of the characteristic للأبر motor neuron lesion، بينما البلبر بلسي بيجيني بفلاسيد تانك، والفلاسيديتي هي one of the characteristic للأور motor neuron lesion. فطبعا البلبر بلسي هي مجموعة من الconditions يعني variety of causes، لكن بتعمل changes او بتعمل injury باللور motor
النيورون. فالبيشنت بيجي عنده فلاسيد تانج، اكسسيف درولينج، نيزل سبيتش، الابسنت جو جيرك. اذا ضروري نعرف يعني نقطتين مهمات، اهم نقطتين، ان هنا فلاسيد وهنا سباستيك تانج وهنا ابسنت جو جيرك، لكن هنا بيكون بريسك. بريسك جو جيرك بمعنى انه بيكون واضح جدا، تمام. طبعا هذا بيكون اسوشيتد لنتيجه الفلاسيديتي مع ديفيكولتي بالسوالوينج، ما بيكون في عنده الجاج ريفلكس، ما بيكون في عنده الابيليتي تو ارتكيوليت ووردز، بالاضافه الى الاكسسيف درولينج، تمام. ومينلي ات افكتس اللي هو 9 و10 و12 اللي هو الفيجل والجلوسوفارينجيال والهايبوغلوسال نيرف، تمام. هاي بالنسبه للبلبر. اما السودو بلبر نفس الفكره لكنها ابر موتور نيورون ليجن، عشان هيك البي جي بي البيشنت بيجي بهايبر ريفلكسيا مع سباستيسيتي، سباستيك تانج وبريسك جو جيرك، تمام. اما بالنسبه للديسفيزيا، هلا ديسفيزيا حكينا ديس ارثريا معناته انا مشكلتي البيشنت في الارتكيوليشن، لكن ديسفيزيا لا، اما بتكون مشكلته بالثوتس نفسها في حالات مثلا الريسبتيف او السنسوري اللي هو ايفيزيا، او بتكون مشكلته في الاكسبريشن، تمام، مش بالارتكيوليشن، لكن بتكون مشكلته في الاكسبريشن، فبنسميها في هاي الحاله اكسبريسيف. طبعا ففي عندي 4 تايبس من الديسفيزيا. اول نوع بسموه الاكسبريسيف او الموتور، بمعنى انه البيشنت فاهم، تمام، فاهم كل شيء لكن مش قادر يعبر، فبيكون عنده non-fluent speech، يعني الحكي مش بطلاقة لأنه ما بيقدر يحكي، عنده مشكلة في الموتور اريا اللي هي البروكس اريا، بيكون في عنده reduced number of words مع grammatic errors، تمام. هاي بسموها expressive أو الموتور، وهي نتيجة دمج للبروكس اريا طبعا الموجودة بالinferior frontal region. مش مهمة هاي المعلومة، لكن هاي كثير بدقق عليها الدكتور وبيجيبها كثير في الميني أوسكي على شكل جداول مقارنة، ضرورية جدا. فالإكسبرسيف أو الموتور ما في عنده fluent speech, reduced number of words, عنده grammatic errors، وبيكون اللي هو damage للبروكس area. أما بالسنسوري البيشنت بيقدر يحكي، بيكون fluent speech، لكن هو فعليا بيكون كلامه يعني مش مفهوم. هو أصلا البيشنت عنده مشكلة بالورنكس اريا، وإحنا عارفين الورنكس اريا وظيفتها إنه تستقبل، مسؤولة عن الكومبريهنشن، إنك تفهم الكلام. هلأ هون الديفكت بيكون بالورنكس اريا، بالتالي البيشنت مش فاهم الكلام ولكن بيحكي بطلاقة، تمام، عشان نفهمها simply. فالspeech is fluent لكن meaningless، ما في معنى، and contains incorrect words with new invented words، لأنه ما في comprehension، بالتالي راح يكون normal الوضع نتيجة مشكلة بالvernix area. هلأ في شيء بسموه conduction، من اسمه conduction معناته توصيل أو ربط، معناته هو راح يكون المشكلة بالربط ما بين البروكس area والvernix area في شو الاشي اللي بيربط بيناتهم. طبعا هي الورنكس اريا وهي البروكس اريا اللي هو الانفيريور فرونتال والتمبورال، اشي اسمه الاركويت فاسيكولس. فالكوندكشن راح يكون في الاليه اللي بتوصل ما بين هذول التو ارياز اللي اسمها الاركويت فاسيكولس، ويوجوالي البيشنت بيجي كانوت ريبيت ووردز، تمام. اما الجلوبال ايفيزيا من اسمها جلوبال، معناته عنده اكسبرسيف او موتور وريسبتيف مع كوندكتيف ايفيزيا، بيكون عنده كل هذولا الشغلات افكتد، فبنسميه جلوبال ايفيزيا. مصطلحات برضو بتيجي بالامتحان ام سي كيو بكثره، ديسلكسيا معناته كانت ريد، ديسكالكوليا كانت كالكوليت، اند ديسغرافيا بمعنى انه كانت رايت. هلا هاي الصورة حطيت لكم اياها اكشلي عشان تسهل هذا الجدول، تمام. احنا عارفين roughly، تمام، انه الفرونتال هو مين اللي مسؤول عن الانتلكتشوال فانكشن، عن البيرسوناليتي، واللي هو البريتال اللي هو الدوميننت، عن اللانجويج، عن الكالكوليشن، تمام. عارفين انه مثلا البوستيريور هو المسؤول عن الفيجوال باثوي، تمام، او الاوكسيبيتال هو المسؤول عن الفيجوال باثوي والفيجوال كورتكس، والتمبورال هي المسؤوله عن الميموري، مسؤوله عن اللانجويج. هاي رفلي يعني انا بس هذا اللي تعرفوه، تمام. هاي الصوره ضفتها عشان نسهل هذا الجدول. الفرونتال لما بحكي انه في عندي ليجن بالفرونتال، معناته اكيد زي ما حكينا الانتلكتشوال
الفانكشن والبيرسوناليتي والسوشيال فانكشن والبيهافير، هاي كلها راح تكون افكتد. فهي زي ما حكينا اللي هو انه الانت البيرسوناليتي الايموشنز الكوجنيشن تمام، البريميتيف ريفلكسز ري ابير، يورينري انكونتيننس، هاي كلها بتكون بالفرونتال لوب ليجن. التمبورال نرجع للصوره، حكينا التمبورال ميموري ولانجويج مين اللي هو الدوميننت هيمسفير، فراح يكون في عندي ميموري امبيرمنت ايفازيا تمام، كومبلكس بارشال سيجر. انتوا اعرفوا الشغلات البروميننت. البرايتال، البرايتال حكينا هو مين اللي مسؤول عن اللانجويج عن الكالكوليشن. النون دوميننت مسؤول عن الهاير سنسوري فانكشن، فرح يكون عنده سنسوري امبيرمنت. ديسلكسيا ديسكالكوليا هي المسؤولة عن الكالكوليشن تمام. بريميتيف ريفلكسز ري ابيل ابراكسيا. اما الاوكسيبيتال لوب فمين اللي راح يكون اسوشيتد ويذ اللي هو فيجوال ابنورماليتي سواء فيجوال فيلد ديفكت اجنوسيا ديستربنسز بالفيجوال بيرسبشن فيجوال هالوسينيشن. فيجوال اجنوسيا المقصود فيها انه البيشنت ببطل مثلا اما بتبين الشغلات عنده اكبر من حجمها اصغر من حجمها، يعني يعني بصير في عنده مشكله بالفيجوال ابييرنس للاوبجكتس. ويعطيكم الف عافيه. المحاضرة صح طويلة صح كذا ولكن مهمة جدا، والدكتور بيجيبها حرفي تمام. وزي ما ركزنا على شغلات حكينا انه مثلا الايفازيا مهمة جدا للميني اوسكي بيجيبها الدكتور على شكل جداول، والتعريفات للموفمنت ديس اوردر خاصة بيجيبها الدكتور على شكل ام سي كيو بالفاينل. ويعطيكم الف عافية.